يعني مبسوطة لكي تتحصل على التمويل من يعني من الواقع الاقتصادي، مش تبدا ترقى انت جمعيه محترفه وهي قاعده تفركس في التمويل العمومي. كي نحكيو على الاحتراف، المبدا يقول انه نحكي على الاحتراف، النادي يمشي معناته يفركس هو التمويل. نعرفوا انه هذايا ماهوش ديما يعني ممكن في الواقع الاقتصادي والواقع الرياضي الحاد. التشريع الجديد هو اللي باش يخلي هذا ممكن. بالنسبة للمسألة الأخيرة وهي يمكن أهم من أهم المسائل، هي مسألة التقاضي. مسألة التقاضي راهو يسوفي با باش أنك تكون عندك اون انتيتي جوديسير، فهمتني، راهو لازم باش يكون التقاضي يعني عادل، لازم العديد من الضمانات. أولا الضمانة الأولى هو الحياد، ثانيا لازم يكون القضاء قضاء ناجز. هوني مش انا نرقى يعني الناس تمشي للقضاء تقعد تستنى في الاستئناف عام كامل. دونك خدمنا اولا على انشاء يعني الهيكل الجديد، وهو بالنسبه للمنظومه هذه باش يكون هيكل محايد، باش يكون يعني محكمة النزاعات الرياضية هي اللي باش تكون موجودة في المرسوم. المحكمة هذه محكمة النزاعات الرياضية باش تكون محايدة 100%. كي باش نقولوا باش تكون محايدة 100%، أولا باش تكون موجودة في تونس، وهي الإنشاء بتاعها يعني بالمرسوم هذايا، والهياكل الرياضية ستكون مجبرة على اتباع الهيكل القضائي هذا. مش نمشيو للتاس ونبداو نخرجوا في الدوفيس. كي نمشيو للتاس ونبداو نخرجوا في الدوفيس، يعني راهو مسألة أنك تمشي للتاس هو هذا يعتبر شرط إقصائي. علاش؟ خاطر اعطيوني في تونس أنا هم النوادي اللي تنجم تمشي للتاس. يعني واقعيا أنا أقصيت 90% من النوادي من التقاضي. راهو مش من إمكانية الذهاب إلى التاس. يعني واقعيا اقصد 90% كان مش اكثر من التقاضي، وحق التقاضي هو حق دستوري. دونك نحن نحبوا ونعاودوا نرجعوا الكفه ونحاولوا نعطيو يا سيدي هاو ثم محكمه، المحكمه تنجم تمشي لها. المحكمه هذه باش تكون عندها يعني قوانين تحددها واللي هي موجوده في المرسوم هذا. اول حاجه هي مساله الاجل. الأجل محدد بالقانون. إيش معناتها؟ معناتها ثم يعني نزاعات اللي لازم في 48 ساعة، مش تبدأ أجل محلولة نقعدوا 6 أشهر على تيت دو كليون ولا نقعدوا عام. إذا كان راهو ثم ساعات قرارات اللي تصدر بعد الأجل بتاعها، هي اللي تخلينا في المشاكل اللي قاعدين نشوفوا فيها تو، كما المساس بالسلم الاجتماعي. دونك بالنسبه لنا نحن حاولنا انه يعني التشريع هذايا او المرسوم هذايا باش ياثر وينظف المشهد الرياضي. ما ثماش كان المرسوم هذايا، ثم بعد السي شكري حمدي يزيد يعطيكم اكثر بالنسبه للمسائل القانونيه الاخرى. تحدثت على برومو سبور، سي عادل باش يتحدث عليهم. قانون 94 مساله يعني التلاعب بالنتائج الرياضية، راه مسألة التلاعب بالنتائج الرياضية عندها يمكن 90% هي سبب المشاكل اللي قاعدين نشوفوا فيها تو، وخاصة في خاصة بالنسبة لكرة القدم. هذه ما نخبيوش، التلاعب هي اللي وصلت للعنف، والتلاعب هو اللي خلانا يعني السلم الاجتماعي ما عادش نجمو حتى نحكيو عليه.